السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من محاضرات الطب النووي. احنا بدأنا المحاضرة الثانية الكلام عن النيوكلير ميديسين فيزيكس، ادينا فكرة بسيطة كده عن تركيب النواة والمودز بتاعت النواة، الذرة والنواة، واتكلمنا عن أنواع الإشعاع والبارتيكوليت انرجي، البارتيكوليت راديشن والالكتروماجنتيك راديشن والفرق الجوهري ما بينهم. وختمنا المحاضره اللي فاتت بالكلام عن حاجه اسمها الراديو اكتيف ديكي، قلنا ان الراديو اكتيف ديكي هو في الاخر عباره عن فقدان الطاقه اللي بتفقده النواه غير المستقره عشان ترجع لمرحله الاستقرار بتاعتها. فالنهاردة إن شاء الله هيبقى كلامنا الأساسي عن عملية الراديو أكتيف ديكي، لأنها عملية مهمة، لأن الطب النووي كله قائم على عملية الراديو أكتيف ديكي ده. فهنتكلم عن ندي ديفينيشن المودز أوف أكشن، إيه البروبرتيز بتاع الراديو أكتيف نيوكليد، وأنواع الديكي بالإيميشن، وهنتكلم عن تعريفات حاجة اسمها الديكي كونستانت والهاف لايف والديكي فاكتور والميثودز أوف ديترمينيشن، إزاي أقدر أحدد الديكي فاكتور واليونتس أوف أكتيفيتي. اول حاجه ايه يعني ايه راديو اكتيف ديكي، واحنا قلنا المثال ده من شويه في المحاضره الثانيه، ان الراديو اكتيف ديكي عباره عن بروسيس اللي بيحصل فيها الانستابل ستيت بتتحول لمور ستيبل ستيت. طيب عشان الانستابل ستيت دي زي ذره اليورانيوم مثلا تتحول لماده مستقره زي ماده الثليوم او اسمها دوتر نيوكليس، لازم تفقد حاجه. الحاجه اللي تفقدها دي ممكن تبقى عباره عن بارتكلز زي الالفا بارتكل اللي احنا جبنا سيرتها، او تفقد فوتونز اللي هو عباره عن طاقه اكس راي او جاما ريز، او تفقد الاثنين. تمام، فببساطه خالص الراديو اكتيف ديكي ان الانستابل نيوكليس بتحول ستيبل نيوكليس وتفقد اما بارتيكوليت انرجي او بارتيكوليت راديشن او الكترومغنتيك راديشن او الاثنين. واشهر مثال الالفا ديكي اللي بيحصل في ذره اليورانيوم. إذن عملية الراديو أكتيف ديكي عمرها ما هتحصل في ستيبل نيوكليس، لازم هتحصل في أنستيبل نيوكليس. وإحنا قلنا لو جينا نسمي الأنستيبل نيوكليس هنسميها راديو أكتيف نيوكليس. يعني ليه راديو أكتيف نيوكليس؟ لأن هي طول الوقت قاعدة بتفقد حاجات عشان تتحول ترجع للستيبل ستيت بتاعتها. تمام، الفكرة كلها إن عملية الراديو أكتيف ديكي اللي بتحصل دي هي مصدرها الأساسي ومنشأها هو النواة، لان النواه هي اللي بتحتوي على معظم الطاقه، اسف الكتله بتاع الايه الذره، ولكن في بعض الاحيان برضو الالكترونز بتبقى لها دور في القصه دي. فبما ان الراديو اكتيف ديكي برغم ان هي عباره عن بيور نيوكليير بروسيس، الا ان الاتوميك الكترونز برضو ممكن تساهم في عمليه الديكي في انواع زي البيتا ديكي اللي هنشوفه بعد كده، البيتا بارتكل ديكي. زي كمثال عندنا الكربون، ده انستيبل نيوكليس اللي هو الكربون 14، عشان يرجع لمرحله الاستقرار المفروض الكربون الطبيعي 12، العدد الكتله 12، فعلا كان هو عنده حاجتين زياده، يتحول لنيوترون. بس في الحاله دي فقد ايه؟ ما فقدش حاجه، ده هو اكتسب بيتا بارتكل اللي هو الايه الالكترون عشان يتحول لنيتروجين. تمام، المودز اوف اكشن هي الراديو اكتيف ديكي في النهايه هو عباره عن طاقه زي ما احنا قلنا. الطاقه دي هي عباره عن كتله كانت جوه النواه. احنا قلنا ان عندنا النواه فيها الكترون، فيها بروتون ونيوترون، بتفقد الماس، بتفقد جزء من الماس بتاعها، بتفقدها في شكل ايه؟ طاقه. ففي النهايه الراديو اكتيف ديكي هو في الاخر عباره عن ترانسفورميشن اوف ماس انتو انرجي، يبقى كتله بتتحول ايه لطاقه. يبقى الراديو اكتيف ديكي عباره عن كتله بتتحول ايه لطاقه. تمام، ودايما الويت بتاع الايه الاوريجينال اتوم بيساوي الويت بتاع البرودكتس بتاعتها. هنرجع تاني للمثال اللي كنا عاملينه الاولاني ده، اليورانيوم كمثال، كتله اليورانيوم هنا كام؟ 238، ده العدد الكتلة بتاعته. ال 238 دول اتحولوا لذرة هيليوم اللي هي فيها أربعة جزيئات، 2 بروتونز و2 نيوترونز، زائد 234 اللي هو كتلة الثاليوم. يبقى معنى كده ان اليورانيوم اتكسر لحتتين، حتة صغيرة اسمها
نواة ذرة هيليوم أو ألفا بارتكل، وجزء كبير ذرة كبيرة اللي هي الذرة الجديدة أو الأتوم الجديدة اللي هي الدوتر أتوم أو الدوتر نيوكليس اللي هي بتاع الثليم. إذا العدد الكتلي بتاع المذر نيوكليس أو النيوكليس الأساسية الأوريجينال أتوم بيساوي كتلة الحاجات البرودكتس اللي خرجت من الديكاي. وبالتالي الإنرجي اللي بتطلع كلها المفروض بتساوي التوتال ماس انرجي كونفرجن اتوم اللي هي بنسميها ترانزيشن انرجي، اللي هي طاقه الايه التحول، طاقه التحول، طاقه تحول الذره الغير مستقره لذره مستقره، اللي هي بتساوي في الاخر الكتله اللي بتفقدها الذره عشان تتحول. خلاص، يبقى اذا الماس انرجي كونفرجن اتوم اللي هي كمية الطاقة اللي بتفقد دي بنسميها transition energy، يبقى transition energy اللي رمزها Q بتساوي كمية الماس energy conversion، يبقى كمية الكتلة اللي تحولت لطاقة هي دي في النهاية هي بنسميها transition energy. فالradioactive material المادة اللي هي unstable nucleus دي بنسميها radioactive nucleus، أو بنسميها لها اسم تاني اسمه radionuclide، radionuclide يعني هي nucleus بس مش مستقر. لها بعض الكاركترستكس. اول حاجه لازم نعرف المود الراديو اكتيف ديكي، كل نواه غير مستقره لها طبيعه معينه بتفقد بيها الايه الانرجي بتاعتها. التايبس اوف ايميشنز بتطلع ايه، هل بتطلع بارتكلز ولا بتطلع فوتونز او الكترومغنتيك راديشن ولا بتطلع الاثنين، وايه كميه الانرجي اللي بتطلع منها، بتطلع طاقه قد ايه عشان تتحول من انستابل ل او ميتا ستيبل لستيبل ستيت، والهاف تايم، الهاف تايم اللي النيوكلياس فيه بتتحول بيحصل فيها الايه ريديو اكتيف ديكي، وده بنسميه الهاف لايف. الهاف لايف معناه الوقت اللي بتاخده النواه عشان تفقد نصف ايه نصف طاقتها، فنصف كتلتها اسف. فكمثال عندنا الريديو اكتيف ايودين ده عباره عن ريديو اكتيف نيوكليد وريديو اكتيف ايزوتوب في نفس الوقت، يبقى يعتبر ريديو اكتيف نيوكليد وريديو اكتيف ايزوتوب للايه الايودين. يبقى اذا عشان اتكلم عن اي ريديو اكتيف نيوكليد او ريديو اكتيف ماتيريال لازم اتكلم عن اربع حاجات. اول حاجه ايه المود اوف ريديو اكتيف ديكي، وهنشوف تفاصيله بعد شويه. ايه هو التايب اوف ايميشن اللي بيطلع منها، هل هو بارتيكوليت وهو عباره عن ايه، او الكترومغنتيك وعباره عن ايه. الترانزيشن انرجي الطاقه اللي بتطلع منها قد ايه عشان تتحول الكتله اللي فيها تتحول لطاقه، والحاجة التانية الهاف لايف بتاعتها قد ايه. مهم جدا نعرف ان الراديو اكتيف ديكي عبارة عن بروسس مينلي بتحصل في النيوكليوس، ولكن احنا قلنا من شوية ان برضو الاتومز ممكن تبقى انكلودد في القصة دي، الالكترون تبقى انكلودد في القصة دي. فالنقطة التانية المهمة جدا ان بيبقى فيه اندبندنس، يعني ما بين الريديو اكتيف بروبرتيز اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، الاربع حاجات اللي هي بنسميها فيزيكال تعتبر فيزيكال بروبرتيز، وحاجه اسمها كيميكال بروبرتيز. لو تفتكروا في المحاضره الاولانيه خالص قلنا الايزوتوب بيحمل نفس الخصائص الكيميائيه بس بيحمل خصائص فيزيائيه مختلفه، بيحمل خصائص فيزيائيه مختلفه، تمام. فالفرق ده ان مفيش اعتماد ما بين الفيزيكال والكيميكال كاركترستيك بتاع الذره، ده له ميزه كويسه عندنا لان هو بيفرق معايا في اختيار الايه الايزوتوب. فكمثال الراديو اكتيف ايزوتوب ده او تريسر بيهيفز ان كيميكال اند فيزيولوجيكال بروسيس اكزاكتلي ذا سيم از اتس ستيبل، يبقى الكيميكال بروسيس هي هياها بيفقدهاش، هو بيفقد خصائص فيزيائيه بس، تمام. اند فردر ذا راديو اكتيف بروبرتيز اوف ذا تريسر دونت تشينج از ات انترز انتو كيميكال او فيزيولوجيكال بروسيس، بمعنى ان مفيش اي ارتباط ما بين الكيميكال والفيزيكال بروسيس بتاع النواه. هدي مثال بسيط خالص، احنا طبيعي جدا في احنا بناكل بناخد يود زي بالظبط الملح، الملح الطعام اللي احنا بناخده ده بقى فيه يود، تمام. اليود اللي انا باخده ده في ملح الطعام ده بيدخل الدم وبوصل للغده الدرقيه، والغده الدرقيه بتستخدمه في تكوين هرمونات الغده الدرقيه اللي مسؤوله عن نشاط الجسم. لو انا جبت اليود اللي موجود في ملح الطعام ده اللي هو اليود العادي وقمت عملت له اي عمليه كده وطلعت منه يود مشع اللي هو زي الايودين 130 اللي هو المثال اللي احنا قلناه هنا اللي هو زي ده، اليود المشع الايودين 130 ده هو عباره عن النظير المشع لليود المستقر. طبعا الايودين 130 ده يعتبر ذره غير مستقر، عشان ترجع لمرحله الاستقرار لازم تفقد طاقه زي الجاما ريز او بيتا بارتكلز، بتفقد بيتا بارتكلز
بيتا وبتفقد جاما ريز كمان. تمام، هل الايودين 131 ده لو حقنته جوه الجسم، لو اديته للجسم عن طريق الحقن، لانه مش هقده في الاكل، مش هحطه في الملح، حقنته في الجسم، المفروض اليود ده هيروح فين؟ هيروح للغده الدرقيه برضو، هيروح للغده الدرقيه. يبقى اذا هو بيحافظ على نفس الكيميكال بروتس بتاعته، هيدخل يتفاعل جوه الغده الدرقيه ويدخل في تفاعلات كيميائيه عشان يكون هرمون الغده الدرقيه. تمام، بس الفرق الجوهري ان هو ماده مشعه، ان هو بيطلع بارتكلز وبيطلع انرجي، بيطلع طاقه. تمام، فهو محافظ على نفس الخصائص الكيميائيه بتاعته، ولكن الفرق الجوهري ما بينه وما بين اليود العادي ان هو بيطلع طاقه. ولذلك دي الفلسفه اللي انا بستخدم فيها الماده المشعه في العلاج، ان انا بدس السم في العسل. بدس السم ايه؟ في العسل. انا شايف ان الغده الدرقيه بتحب اليود، فانا اروح اجيب لها يود، بس يود ايه؟ مسموم، يود مشع، يود يقتلها، يود يكسرها، يود يدمرها. تمام، يبقى اقوم اعطيها يود، هي اول ما تشوفها تفرح، هتقوم واخداه كله. تمام، اول ما يدخل جواها يقوم مفجرها. تمام، زي بالظبط انت تجيب بني ادم وتحط حواليه حزام ناسف وتقوم مدخله في مكان زحمه جدا، هو شبه الناس كلها، محدش يعرف ان هو لابس حزام، هو لابس حزام زي الحزام اللي الناس لابساه، بس الفرق الجوهري بين الحزام اللي هو لابسه والحزام اللي الباقيين لابسينه ان حزامه حزام ايه؟ في متفجرات، حزام ناسف. اول ما يدخل بمجرد ما وقت الايه التدمير يجي، هينسف او هيدمر كل المكان، وهيدمر كل الايه الناس اللي موجودين في المكان. هو ده بيحصل، اليود بيدخل كيود عادي مفيش حد هيشتبه فيه، اول ما يدخل جوه النواه يقوم ايه دايس على الزرار يدمر الغده الدرقيه كلها. فدي نقطه مهمه جدا، ان من خصائص الراديو اكتيف نيوكليد ان هو له نفس خصائص الايه الايزوتوب بتاعه. نتكلم بقى شويه عن انواع الديكي او انواع الايميشنز، ايه اللي بيطلع من النواه عشان الغير مستقر عشان تتحول لنواه مستقر. اول نوع حاجه اسمها البيتا ديكي. البيتا ديكي، البيتا عندنا فيه نوعين، البيتا في البيتا بارتكلز عندنا فيه نوعين، في نوع بيحمل شحنه سالبه وفي نوع بيحمل شحنه موجبه. اللي بيحمل شحنه سالبه اسمه بيتا، واللي بيحمل شحنه موجبه اسمه بوزيترون، لان البيتا في الاخر لانه بيحمل شحنه سالبه بياخد نفس خصائص الالكترون. تمام، بياخد نفس خصائص الالكترون. فالبيتا ديكي ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان النيوترون اللي جوه النواه بيخرج من النواه، في نيوترون جوه النواه، جوه النواه هو نيوترون، عندنا النواه فيها نيوترون وبروتون. لو فرضنا ان النيوترون قرر ان هو يتحول لبروتون، احنا قلنا ايه الفرق الجوهري ما بين نيوترون وبروتون؟ الشحنه. يعني النيوترون هو لنفس كتله الايه البروتون، بس بيحمل شحنه ايه موجبه، عشان النيوترون طبعا يعتبر اعلى من البروتون لان هو يعتبر على الحياد ما بيحملش شحنه. فعشان يتحول لبروتون لازم يطلع حاجة سالبة، عشان يبقى هو موجب لازم يطرد الجانب السلبي اللي جواه، اللي جواه خلاص. يعني انا بقيت ميال زي بالظبط واحد عندنا حزبين في الانتخابات، وانا راجل على الحياد قررت ان انا انضم لاحد الاحزاب. طالما قررت ان انا انضم لاحد الاحزاب لازم اثبت كرهي للحزب الايه المعارض ببساطة خالص. كان طالما قررت النيوترون قرر انه يبقى بروتون لازم يطلع الكترون، لازم يبدا يشتم في الحزب ايه الثاني، فبيشتم الحزب الثاني يطلع ايه الكترون، حاجه سالبه، حاجه سلبيه يعني. تمام، فالنيوترون عشان يتحول لبروتون بيطلع الكترون، الالكترون اللي بيطلع ده اسمه بيتا بارتكل، الالكترون اللي بيطلع ده اسمه بيتا بارتكل، بيطلع حاجه اسمها نيوترينو صغير كده. تمام، اشهر من نيوكليوس بيطلع الحاجات، الالكترون ده بيطلع من نيوكليوس وكاري اوت، بيشيل الانرجي اللي طلعت دي ويطلعها از كاينيتك ايه انرجي. اسهل مثال عندنا بنستخدمه تحول الكربون، الكربون اللي هو 14 بتحول لنيتروجين. تمام، النيوترون اللي جواه بتحول لايه، ولذلك بيتحول المفروض الكربون، هنجيب في صوره اوضح شويه قلناها في الاول اللي هو دي، عندنا المفروض الكربون العدد الكتلي بتاعه 14 والعدد الذري ده كربون مشع والعدد الذري بتاعه 6، يعني معنى كده ان هو فيه 14 7 بروتونز و7 ايه 7 نيوترونز وفي 6 الكترونز، 6 ايه الكترون. يبقى ده مش طبيعي، الطبيعي ان يبقى هو ايه الكربون 12 فيه 6 نيوترونز و6 بروتونز
وستة إلكترونز. خلاص كده. هو طالما في 14 يبقى هو ففي نيوترون جواه قرر ان هو يتحول لبروتون. لو النيوترون حول لبروتون هل العدد الكتل هيتغير؟ لا مش هيتغير، لان احنا عندنا النيوترون والبروتون زي بعض. فهيصبح جوه النيوترون جوه النواة هيبقى عندنا البروتونز هتفضل عددها 8 والنيوترونز هيرجع عددها ل 6. وقلنا النيوترون عشان يتحول لبروتون لازم هيطلع الكترون، فبالتالي هيطلع الكترون بره، فالالكترونز بدل ما كانوا 6 هيبقوا ايه 7. يبقى اذا اتحول لي لنواة نيتروجين. فنواة النيتروجين فيها ايه؟ فيها 14 يعني 7 الكترونز، 7 بروتونز و7 ايه نيوترونز، وفيها 7 ايه الكترونز و7 الكترونز. فهترجع تاني للستيبل ستيت اللي هي الايه النيتروجين، ويطلع لنا الايه الالكترون الزياده ده. خلاص. يبقى دي اول حاجه البيتا ديكي. يبقى البيتا ديكي معناه ان النيوترون يتحول لبروتون، وعشان يتحول لبروتون لازم بيطلع الكترون، الالكترون اللي بيطلع ده اسمه بيتا. تمام. ده المثال عندنا الشهير، ان عندنا النيوترون يتحول لبروتون، وعشان يتحول لبروتون بيطلع الشحنه بتاعته في شكل الكترون. احنا قلنا الالكترون تقريبا ملوش كتله، فكتله النيوترون هتروح للبروتون ويطلع لنا شحنه سالبه، لان هو النيوترون على الحياد. طالما بقى تبع الحزب البروتون يبقى هو لازم يشتم في الايه الالكترون المضاد ويطلع حاجه اسمها نيوترين. الديكي الثاني اللي بيحصل ان يحصل ديكي بالبيتا ديكي مع جاما ريز. يبقى بيحصل نفس اللي بيحصل ده، بس بيطلع معاه ايه كمان جاما ايه ريز. وده بيحصل لما الدوتر نيوكليس بتتحول النيوكليس بتحول لدوتر نيوكليس. و الفكرة كلها ده بيحصل لما النواة بتنتقل من مرحلة الجراوند ستيت للميتا ستيبل ستيت، مرحلة الستيبل على طول. تمام. فالإكزايتد نيوكليس او الميتا ستيبل ستيت رادر ذان ايه جراوند ستيت. if an excited state is formed تمام the daughter nucleus promptly decays to a more stable state. يبقى دي مرحلة بتبقى مرحلة متوسطة ما بين الستيبل والانستيبل، هي مرحلة الميتا ستيبل. فالمرحلة دي عشان تتجاوزها بتطلع ايه شوية جاما ريز. فالجاما ريز are emitted with a precise and discrete series of energy values. لو البيتا والجاما ديكي الترانسيشن انرجي ما بين البيرنت نيوكليد اللي هو الام والجراوند ستيت بتاع الدوتر هذا فيكسد كاركترستيك فاليو. ده المثال الشهير اللي هو الايودين 131. الايودين 131 بيتكون من الزينون 133. الفكرة كلها ان الزينون 133 ده بايه بيفقد طاقة الاول، بيفقد ايه طاقه؟ الطاقه اللي بيفقدها في الاول دي عباره عن بيتا بارتكل، عباره عن بيتا ايه بارتكل، وبيطلع لنا انرجي معينه. بعد كده ينزل يتحول لايودين تمام اللي هو 131، وبعد كده يتحول بعد كده للجاليوم 127. المهم كل مرحله من المراحل دي بيفقد جاما ريز وبيفقد بيتا بارتكل. يبقى اذا دي مراحل ايه متتاليه، بتحول من ماده مشعه لماده مشعه ثانيه بس في الميتا ستيبل ستيت، يتحول ماده مشعه ثالثه وماده مشعه رابعه. ده كذا حاجه بتحصل. ففي المراحل دي كلها بيحصل بيطلع بيتا بارتكلز وبيطلع جاما ريز. ولذلك الانواع دي من المواد المشعه بنستخدمها اكتر في العلاج، لكن الحاجات الثانيه بنستخدمها اكتر في التشخيص. ده نفس المثال اللي احنا قلناه الايودين 130، قلنا بتحول بيطلع انرجيز مختلفه عشان في الاخر يتحول لزينون 131. النوع الثاني من الايميشن اللي احنا قلناه اللي هو البوزيترون. عندنا اما بوزيترون او بوزيترون وجاما، بيطلع بوزيترون. البوزيترون ده بارتكل والجاما ده عباره عن الكتروماجنتيك راديشن. دي بتحصل عكس الثانيه بالظبط. احنا قلنا البيتا ديكي بيحصل لما نيوترون يتحول لايه لبروتون. طب لو البروتون قرر يتحول لنيوترون، البروتون عشان يتحول لنيوترون تمام عشان يتحول لنيوترون هيفقد ايه؟ مش هيفقد طاقة، هيفقد شحنة اللي هو الشحنة الإجابة بتاعته. الشحنة اللي بيفقدها دي مين اللي هياخدها؟ هياخدها نيوترون آسف إلكترون، هياخدها إلكترون. الإلكترون هو القابل للشحنات. الإلكترون هنا هيتخلى عن شحنته السالبة ويحمل شحنة موجبة، هيحمل شحنة موجبة. ولأن النيوترون ده شخص ملوش قيمة، ملوش كتلة يعني، فأي حاجة هتترمله هياخدها. يعني سهل خالص بالظبط، إنسان فقير كده وأنت اديت له أي حاجة من حاجاتك هتلاقيه تاني يوم لابسها، لانها بالنسبه له حاجه اقيم حتى من اللبس العادي اللي هو بيلبسه. فالالكترون اول ما يلاقي شحنه موجبه اللي هي شحنه البروتون هياخدها ويلبسها وتحول من الكترون لبروتون، بس كشحنه مش ككتله، تحول كشحنه. ولذلك مش هينفع نسميه بروتون في الحاله دي، هنسميه بوزيترون يعني حاجه ايه شبه البروتون يعني، لكن هو ملوش كتله وملوش ايه قيمه.
فمعنى كده ان البروتون في النواة بيتحول لنيوترون ويطلع البوزيتيف تشارج الكترون. الكترون بيحمل الشحنه الايه الموجبه. فالبوزيتيف تشارج الكترون ده هو البوزيترون وبيطلع النيوترينو. ده المثال ميديكال امبورتنت بيور البوزيترون ايه اللي بنستخدمه في البت ايمجينج. ده الصوره اهي عندنا دي النواه البروتون طلع نيوترون وطلع بوزيترون وطلع ايه نيوترينو او انتي نيوترينو. انتي نيوترينو احيانا ممكن يطلع البوزيترون ويطلع معاه ايه انرجي جاما. والجاما ريز دايما اللي بتطلع في اتجاهين متعاكسين, وفي الحاله دي بنسميها بوزيترون ايميشن توموجرافي. ده اللي بنستخدمه في البوزيترون ايميشن اللي هو بنسميه في بنستخدمه في البت. فمور اكيورتلي البوزيترون والالكترون فورم ان اتوم. اللي بيحصل ان البوزيترون اللي طلع بوزيتيف ده الالكترون مش هيميز هل هو بروتون ولا لا, فيروح يصاحبه هيروح يتحد معاه. فلما اتحدوا مع بعض هيطلعوا ايه طاقه, هيطلعوا طاقه. فالطاقه اللي بتطلع دي هي الجاما ريز. بنسمي العمليه دي على بعضها اسمها انيهاليشن, وده هنجيبها بالتفصيل شويه لما نيجي نتكلم عن البيت سي تي. ده مثال كده للبوزيترون ديكي. لو عندنا الكربون 14 عشان يتحول لنيتروجين 14 بتحول. ده الفرق الجوهري ما بين البيتا ديكي والبوزيترون. فعندنا المثال اللي احنا قلناه من شويه الكربون 14 فيه 6 بروتونز و8 نيوترونز. النيوترون عشان يتحول لستيبل هيتحول ايه لبروتون, هيتحول لبروتون فيفقد ايه هيفقد الشحنه اللي هي الشحنه السالبه هيطلعها عشان يتحول لبروتون لنيتروجين ستيبل. فيه 7 و7. الكربون 10 ده هيتحول لبورون 10. الكربون 10 ده انستيبل لان فيه 6 بروتونز و4 نيوترونز, فبروتون هيتحول لايه النيوترون عشان يبقوا 5 و5. والشحنه الزياده بتاعه البروتون دي هتطلع ك الكترون هياخدها يتحول لبوزيترون. يبقى ده الفرق ما بين البوزيترون وما بين الايه البيتا ديكي. عندنا في حاجه اسمها الديكي كونستانت او الثابت بتاع الايه الثابت الاشعاعي. الديكي كونستانت هو كميه الاتومز اللي موجوده في سامبل الراديو نيوكليد بتحول يحصل له ديكي بير يونت اوف تايم. بمعنى ان لو عندي جزيء بيتكون من 10 اتومز كميه الاتومز اللي بتتحول للراديو نيوكليد اتومز اللي بتتحول لستيبل اتومز تمام اللي بيحصل لها ديكي في الساعه واللي يكون 2. يعني لو انا عندي 10 بتتحول ل2 يبقى مثلا الكونستانت يبقى كل ساعة في 2 بيتحولوا في ذرتين بيتحولوا. يبقى كمية الاتومز اللي بيحصل لها راديو اكتيف ديكي بريونت تايم دي اسمها الديكي كونستانت تمام. والديكي كونستانت له كاركترستيك فاليو فور اتش. يبقى كل نيوكلي له ديكي كونستانت بتاعته, ودي المعادلة الشهيرة اللي بنستخدمها فيه او الجرافيكال ايه ايكويشن تمام. الاوريجينال نمبر اوف اتومز اللي هو بمعنى لو انا عندي الذره دي او اسف الجزيء ده بيتكون من 100 اتوم 100 ايه اتوم تمام. بعد ساعه بقوا كام؟ بقوا 80. يبقى معنى كده ان الديكي اللي حصل في خلال الساعه ده بيساوي كام؟ 20. يبقى معنى كده بعد ساعتين اللي هيحصل هيبقى يفقد ايه 20% من 80 يبقى هي نسبه مش رقم. نسبه ايه الديكي كونستانت دايما بيبقى نسبه مش رقم. بمعنى كده ان المية فقد 20% من 80 هيبقى كام؟ هيبقى اقل من كده, هيبقى اقل من ايه من خمس الايه 80 وليكن هيبقى مثلا 17 وهكذا. فاذا عندنا الاوريجينال نمبر اوف اتومز الان ده اللي هو النمبر اوف ريميننج اتومز هيساوي النمبر اوف اتومز في الايه ديكي كونستانت اللي هو ليكن 20% مثلا. يبقى اذا كل ساعه الجزيء ده بيفقد 10% من الذرات بتاعته. التعريف الثاني المهم حاجه اسمها الهاف لايف. الهاف لايف او تي هاف تي نص يعني تي هاف او الهاف لايف. الهاف لايف ده الوقت اللي بتحتاجه الراديو نيوكليد عشان تفقد 50% من الاكتيفيتي بتاعتها عشان 50% من الاكتيفيتي بتاعتها تمام. يعني لو فرضنا هنا في الجراف ده مهم جدا نعرفه ان عندنا الكربون مثلا حصل له ديكي في خلال 10,000 سنة بيحصل له ديكي في حوالي 5,000 سنة 5,000 ايه سنة.
فمعنى كده ان في خلال 5000 سنة دول بيفقد 50% من الاكتيفيتي بتاعته، 50% من النشاط ايه بتاعه. يبقى دي المدة اللي انا محتاجها عشان النواية الاصلية دي تفقد 50% راديو اكتيف ماتيريال، تفقد 50% من الطاقة بتاعتها. الهاف لايف ده مهم جدا في شغلنا. ليه؟ لانه بيعكس امتى المفروض اصور العيان. يعني كمثال عندنا التكنيشيم ده الهاف لايف بتاعته 6 ساعات، يعني مادة التكنيشيم هنا في العيان دي المفروض في خلال 6 ساعات هتفقد ايه؟ هتفقد نص طاقتها. يعني انا عاتي العيان وليكن 125 او 24 ملي كيوري، 24 ملي كيوري، ملي كيوري ده التعريف بتاع الايه الريديو اكتيفيتي. المفروض بعد 6 ساعات ال 24 دول هيبقوا كام؟ 12. بعد 6 ساعات تانيين السكند هاف لايف ال 12 دول هيبقوا كام؟ هيبقوا 6. بعد كمان 6 ساعات ال 6 دول هيبقوا كام؟ هيبقوا 3. بعد 6 ساعات ال 3 دول هيبقوا كام؟ هيبقوا 1.5. بعد 6 ساعات هيبقوا 75%. بعد وهكذا. معنى كده ان الخمسه ال 24 اللي انا بدات بيهم التكنيشن دول عشان يفقدوا كامل طاقتهم محتاج كام هاف لايف عشان يوصلوا للصفر؟ يعني العين ما عادش يبقى فيه ماده مشعه، وليكن هحتاج مثلا احنا قلنا 24 1 2 3 4 5 هاف لايف عشان يبقى تقريبا بقت صفر. تمام؟ يبقى انا احتاجت 5 هاف لايف عشان ال 24 تتحول ايه لصفر. وطبعا العلاقه هنا علاقه اسيه اكسبوننشال، يعني اكسبوننشال يعني ال 24 تحولت ل 12، ال 12 تحولت ل 6، وال 6 تحولت ل 3 وهكذا. ايه علاقه بقى الهاف لايف بالديكي كونستانت؟ اللي هم علاقه كويسه ان الهاف لايف احنا قلنا التايم نيدد تو ديكريز النيوكليوت ب 50%، والديكي كونستانت هو اللي مسؤول عن تحول ان 50% الوقت اللي انا محتاجه عشان نسبه معينه من عدد الذرات اللي داخل الجزيء تفقد بير تايم. يبقى اذا لو تي هاف بيساوي الكونستانت اللي هو ال N2 على الكونستانت، وال N2 ده معروف ان هو 0.693. يبقى لو انا عاوز اعرف الهاف لايف بتاع اي عنصر وعاوز اعرف الديكي كونستانت بتاعه بحسبه بالمعادله دي. لو فرضنا مثلا ان انا التكنيشن الهاف لايف بتاعته 6 ساعات، يبقى ال 6 هتساوي 0.6 على الايه الديكي كونستانت. تمام؟ في الحاله دي الديكي كونستانت هيساوي ايه؟ هيساوي الرقم ده على الايه الهاف لايف. خلاص هيساوي الرقم الهاف لايف على الرقم ده. تمام؟ ايه اليونتس اوف اكتيفيتي اللي انا بستخدمها؟ عندنا في السيستم انترناشونال، السيستم انترناشونال يونت اللي هو الاس اي يونت اللي بستخدمها الاكتيفيتي اسمها بيكرل. اسمها ايه؟ بيكرل. البيكرل ده اسم العالم اللي حط الوحده دي. البيكرل ده بتساوي كميه الديكي اللي بيحصل في الثانيه. يبقى الديكي اللي بيحصل في الثانيه يبقى 1 بيكرل بتساوي 1 ديكي بير سكند. 1 بيكرل بتساوي 1 ديكي بير سكند. تمام؟ ولذلك عندنا الميجا بيكرل، اي ميجا معناها مليون، يبقى مليون بيكرل معناها مليون ديكي بير سكند، والجيجا بيكرل معناها 1000 مليون مليار يعني. تمام؟ لكن التراديشنال يونت، اليونت الطبيعي اللي احنا بنستخدمها في الشغل بتاع كل يوم اسمها كيوري، نسبه الى ايه؟ كيوري اللي هي دام كيوري او العالمه المشهوره اللي واخده نوبل برايز. هي قالت ان الكيوري ده بيساوي 3.7 في 10 اس 10 بيكرل. يبقى معنى كده ان الديكي بير سكند، ان عشان يحصل ديكي بير سكند انا محتاج 3.7 في 10 اس 9 بيكرل. فعندنا السب يونتس بقى بتاع الايه الكيوري دي، عندنا في ملي كيوري، وعندنا في مايكرو كيوري، ونانو كيوري، وكيلو كيوري. كيلو كيوري ده 1000 كيوري، ملي كيوري اللي هو ملي كيوري اللي هو 1 على 100، ومايكرو كيوري 1 على 1000، ونانو كيوري 1 على 10000 وهكذا. تمام؟ فاذا عندنا دي الاكتيفيتي مهمه جدا نعرف الكيوري وتعريفه. الكيوري بيساوي 3.7 في 10 اس ايه اس 10 بيكرل. عندنا اخر حاجه معانا حاجه اسمها الديكي فاكتور. الديكي فاكتور ده يبقى عندنا في حاجه ديكي كونستانت، تمام، اللي هي كميه الاتومز اللي بيحصل لها ديكي في فتره معينه، وليكن مثلا في الساعه او في الشهر او في السنه او خلافه. التي هاف اللي هي الفتره اللي انا محتاجها عشان النواه تفقد 50% من نشاطها. يبقى اذا الديكي كونستانت ده عباره عن كميه انويه او كميه ذرات، كميه يعني، لكن الهاف لايف بيساوي كميه وقت. يبقى ده كميه وقت وده كميه ايه ذرات.
تمام، وعرفنا العلاقه بينهم بتحكمها المعدل اللي احنا قلناه ان تي هاب بتساوي ان 2 على الايه الديكي كونستنت. الديكي فاكتور ده حاجه ثانيه خالص. الديكي فاكتور معناه disappearance of a constant fraction of the activity present in the sample during a given time interval. تمام، تبدو ان هي شبه الديكي فاكتور الديكي كونستنت شويه، لكن لا، هي عباره عن فراكشن. تمام، بمعنى ان انا هحدد وليكن نسبه ثابته من من الاكتيفيتي اللي عندنا، وليكن انا اقول ان انا عاوز احسب الديكي اللي بيحصل في خلال 20%، وتعتبر شبيهه شويه بالتي هاف، ان هي معادله التي هاف، ان انا اقول 50% من الاكتيفيتي بتفقد وقت قد ايه، احنا قلنا في 6 ساعات زي التكنيشن كده. وهو ميزته ان هو بالستريت ريديو اكتيف ديكي وذا مسج اوف ايه تايم. وان عندنا هنا المثال الشهير اللي احنا مذكور حتى في الكتاب، ان عندنا سبوز 1 ستارتس وذا سامبل كونتيننج 1000 اتوم. لو عندنا السامبل الماده المشعه اللي انا استخدمها دي فيها 1000 ذره تمام من الماده المشعه، والديكي كونستانت بتاعها 0.1 بير سكند، يعني الديكي كونستانت ان هي كل ثانيه بتفقد ايه 1/10 منها. تمام، فا اول ثانيه الابروكسيميت نمبر اوف اتومز ديكي هي 0.1 في 1000 10%، يبقى اذا هتفقد 10% في الثانيه، باخد 10% من ايه في الذره، معنى كده ان ال1000 دول تحت الثانيه هيبقوا 100 ذره. الاكتيفيتي بقى بتاعتها 100 بيكرل. تمام، وبالتالي في خلال الثانيه هيبقى عندي 900 ريديو اكتيف اتوم هيفضل، يبقى 900 ريديو اكتيف اتوم هيفضل. يبقى الديكي فاكتور هنا بيعكس نسبه الواحد في الميه العشرة في الميه اسف اللي بتفقد في خلال ايه ثانيه، في خلال ثانيه. تمام، وزي الديكي فاكتور زي ما احنا قلنا، لو انا عندي 100% بعد ثانيه هيبقوا 90%، بعد ثانية هيبقوا 81%، بعد ثانية هيبقوا 93%، بعد ثانية هيبقوا 66%. فالنمبر decaying during the time interval اللي هو الثانية ده هو بيبقى نمبر ايه ثابت. عشان اقيم الديكي فاكتور ده واحسبه عندنا فيه طرق كتير. طبعا احنا في المعتاد ما بنستخدمش الديكي فاكتور خالص في الشغل، هي معلومة نظرية بحتة. نستخدم حاجة اسمها tables of decay factors، دي موجودة طبعا في اي كل مادة مشعة بيبقى معاها الديكي فاكتور بتاعها موجود. تمام، او عندنا في بوكيت كالكوليترز عبارة عن آلات حاسبة كده بقدر احسب منها الديكي ايه فاكتور. وده عندنا مثال جدول اهو، الجدول ده اللي هو هيهمنا فيه بتاع التكنيشن. احنا قلنا عند اول ثانية، عند اول ثانية المفروض العدد الذرات 1000 او 1 100% يعني. تمام، وبعد مرور 6 ساعات بقت كام؟ 50، وبعد مرور 12 ساعه بقت 25، يبقى ال 100% تحولت ل 50% وبعد كده 25% اللي هو الربع، يبقى وصلت الربع بعد 12 ساعه السكند تي هاف. طيب انا عاوز احسب الديكي بقى، الديكي فاكتور. لو انا قلت مثلا عاوز احسب الديكي فاكتور عند الدقيقه 15، الدقيقة 15 عند الدقيقة 15 هنلاقي كام؟ 97%. طب قول لي عند الدقيقة عند 3 ساعات ونص، 3 ساعات اهي، وامشي عند النص يبقى 0.66، يعني تقريبا تلتين فقط، تلت الطاقة بتاعته. يبقى بعد 3 ساعات ونص الديكي فاكتور كام؟ 0.66، يعني تقريبا تلتين. طيب عند 9 ساعات وربع كام؟ هيبقى التلت 0.34، التلت. عند 12 ساعة ونص هيبقى تقريبا الخمس او الربع 0.23، وهكذا. يبقى الديكي فاكتور اقدر احسبه من الجدول ده. احنا كده خلصنا الريديو اكتيف ديكي. اتمنى ان شاء الله الدنيا تكون واضحة. انا عارف ان المحاضرة ناشفة شوية والمعلومات فيها الى حد ما صعبه. انا يهمني نركز على 3 حاجات. اول حاجه يعني ايه ريديو اكتيف ديكي؟ ريديو اكتيف ديكي معناه ان ذره مشعه بتتحول لذره غير مشعه وبتفقد حاجه من اتنين، اما بتفقد بارتكل او تفقد ايه، تفقد ريديو اكتيف راديشن، اما بارتكل راديشن او الكترومغناطيك راديشن. وتاني حاجه اتكلمنا عن المودز بتاع ريديو اكتيف ديكي، ممكن يبقى بوزيترون او بيتا بارتكل او جاما ريز. تمام، وطبعا في الفا بارتكل برضو.
بس ما جبناش ذكرها لانها مش موجوده متاحه في الكتاب، فاحنا نعرفها كمعلومه بس. الحاجه الثالثه اللي اتكلمنا عنها بعض التعريفات، حاجه اسمها الديكي كونستانت، تمام، وقلنا ان هو كميه عدد الذرات اللي بتفقد في وقت معين، اللي بتفقد طاقتها في وقت معين. واتكلمنا عن الهاف لايف، وقلنا هو الوقت اللي احنا محتاجينه عشان 50% من الطاقه او الاكتيفيتي بتاع الايه الماده المشعه تفقد. كمثال عندنا التكنيشن 6 ساعات. وكلمنا عن حاجة الديكي فاكتور، وقلنا ان احنا بنحسبه عن طريق الجداول. انا بشكركم جدا على حسن استماعكم، ولو في اي اسئلة يريد تبعتوها لي على الايميل، هتلاقوه موجود في المحاضرة الجاية ان شاء الله. شكرا جزيلا.